السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم الأكواد اللي موجودة البي اس اف 192 الجزء الثاني والجزء الثالث، ودول استبدلوا تقريبا بالايزو 19650 الكلام دوت في 2019، وعندنا دول بيركزوا على جايدنس ازاي هنشتغل بالبيم وعلى الكولابريشن. في بعض الأكواد بتركز على البروجكت ستيج زي البيم بروتوكول، في بعضهم بيركز على الفايل نيم طريقة التسميات زي بي اس اف 192 2007، وده كان معمول اصلا للاوتوكاد، معمول لشغل الكاد وحتى الان احنا بنستخدمه. في حاجات بتركز على الدروينج الرسومات زي برضو البي اس اف 192 اللي هو بتاع 2007، وبيركز برضو على الكلاسيفيكيشن. طيب لو احنا مهتمين بال LOD فهنلاقي LOD فورم هو ده الاساس بتاعنا في اي حاجه بنشتغل بيها، وفي ال NBS بيم توب ليفل اوف ديفينيشن، بس اللود فورم هو الاشهر والاقوى. ال CDE موجود في ال BSF 192 2007 وموجود في ال BSF 192 اللي هو CDE اللي هي Common Data Environment اللي هو ترتيب الملفات وهكذا. بالنسبه للكوستنج هتلاقي عندك ال RICS NR M1، ده برضو بالكلام على موضوع كوستنج. الكوبي هتلاقي ال BSF 192 وهتلاقي ال ISO 19650. بالنسبه للعقود هتلاقي ال CIS BIM بروتوكول، وبالنسبه كل دول مشروحين في بيم اريبيا، سواء الفيديوهات على قناه بيم اريبيا على اليوتيوب او في المجله، كل الحاجات دي شرح. طبعا فكره المندوتري والريكومندد دي بتفرق لو انت شغال في الدوله نفسها، يعني ده في بريطانيا تمام او في امريكا، بتلاقي الاجبار ان انت تشتغل بالكود ديت. واحنا عندنا طبعا في مصر الكود المصري ده يعتبر جايدنس كويس في الشغل ومهم جدا زي البي اس اف 192.